اليوم رح نحكي عن برنامج الفوتوغراف اللي هو متخصص بحفر الصور على الليزر ماشين. اول شغلة بنعملها هي بنجيب الصورة عبر امر الاوبن ايمج. تاني شغلة بنعملها هي select material، بنحدد نحن عندنا نوع الخشب اللي بدنا نشتغل عليه، نرجع بنعمل resize image، بنحدد ال DPI 300، بنطلق OK. بس تخلص هيدي العملية بنحط final process، بنحط لها yes. فرجينا اياها كيف حتطلع على الخشبة. هلا بنكبس على سيف ايمج، اوكي، بنحدد الصيغة هي بي ام بي ومنسيفها ونحط اوكي. هلا بننتقل على بروجرام الليزر، بنجيب الفايل عبر فايل امبورت، منشوف كيف انه الصورة اجت بأي شكل، نحدد السرعة هي الماكسيموم اللي قالها طبعا 400، والباور قد ما بدنا 15 او اقل او اكتر. اوكي، هلا منسفر على مكانتنا. هلا بنشغل الملف.